مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. نروح سريعا لملعب المباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. مستمرين مع كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، يعني هنقول نهايه سعيده ونهايه ممتازه الحقيقه لموسم شاق ورائع ومليء بالبطولات والانجازات ومجهود كبير جدا الحقيقه لعيبه وجهاز فني مجلس اداره كل الامور دي الحقيقه هنتكلم فيها مع كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. بنبارك لك كابتن سامي وبنبارك لكم على الموسم الكبير جدا اللي فيه مجهود كبير الكل اجتهد فيه رغم الصعوبات والمباريات الكبيره جدا، لكن اسعدتونا واسعدت كل جمهور النادي الاهلي وده الهدف بالنسبه لكم. مباراه النهارده نهايه الموسم في الكاس، لكن لابد ان احنا نكون فايزين في هذه المباراه الحمد لله حققنا الهدف المطلوب، حطينا في الاجواء وبتشوف صعوبه الموسم كانت ازاي كده. يعني زي ما انت قلت طبعا نهايه مهمه كده تكون نهايه ايجابيه، واعتقد الحمد لله ربنا كلل جهود اللعيبه والمنظومه كلها النهارده الحمد لله بتاهل وتحافظ على حظوظك في نهائي كاس مصر، في قبل نهائي كاس مصر بطوله برضو بالنسبه لنا مهمه جدا بنلعب عليها. طموحنا وطموح جمهورنا هو اللي بيحركنا وبيحرك المنظومه كلها الاكثر والاكثر، فاعتقد الحمد لله النهارده يعني رغم كل دوت بشكر اللعيبه طبعا زي ما انت قلت موسم صعب جدا. النهارده بتشوف النهارده بتلعب 120 دقيقه مع كميه الماتشات الكبيره اللي انت لعبتها وكميه البطولات والضغوط اللي اللعيبه كانت فيها، النهارده بترجع في حوالي 30 ثانيه اللي انت بترجع بشخصيتك وبقوتك وترجع لحظوظك تاني مباراه وبعد كده بتتقدم، فاعتقد الحمد لله جهد مشكور جدا لكل اللعيبه النهارده واتمنى لهم ان شاء الله اجازه سعيده، الراجل حارب عليها اعتقد بقى ان فتره كبيره جدا اللعيبه ما خدتش الاجازه دي، ان شاء الله ترجع ان شاء الله بمعنويات اعلى وطموح اكبر وان شاء الله نقدر نحقق حاجه لجمهورنا ان شاء الله زي حقنا السنه دي ان شاء الله. الحمد لله عندنا سكواد مميز جدا، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا ببعض الصفقات ببعض اللعيبه قدرنا ان احنا نسوي بشكل كبير جدا في الاعارات. مجلس الاداره الحقيقه اجتهد بشكل كبير جدا في هذا الامر. الموسم الجاي اصعب، الحفاظ على البطوله والحفاظ على المستوى الاول ده محتاج منكم شغل كبير جدا يا كابتن سامي ومحتاج شغل مع الراجل. الفتره اللي جايه شايفها ازاي والموسم اللي جاي شايفه؟ هو تحدي زي ما انت قلت كبير، كل سنه بتبقى تحدي اكبر، صعوبتها طبعا ان انت حققت كل حاجه، يعني طموحنا كبير اكبر لان هيبقى في بطوله كاس العالم، عندنا طموح اكبر، عندنا بطوله افريقيا السوبر ليج، عندنا كاس مصر تكملته، عندنا الدوري اللي انت تحافظ عليها وده تحدي برضو بالنسبه لنا كبير. فاعتقد الحمد لله كل الطموح ده اللعيبه عارفاها ومقدراه كويس جدا، واحنا كجهاز وطبعا مجلس اداره ولجنه التخطيط الناس كلها بتمشي على نفس النهج يعني معاك ومع دعمكم، فكل ده ان شاء الله يكلل ان شاء الله من النجاح ان شاء الله. اخيرا رساله لكل اللعيبه الرجاله الحقيقه المنظومه كلها اجتهدوا بشكل كبير جدا ربنا كافئكم الحمد لله، لكن لسه اللي جاي تقولي لكل اللعيبه والجهاز الفني وكل من شارك في اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. قبل اللعيبه بشكر طبعا جمهورنا اللي دايما هو اللي بيحركنا زي ما انا قلت، يعني بشكر الجهاز الفني مستر كولر وجهازه تعبوا كتير جدا واجتهدوا كتير جدا وخدوا الفرقه في نقطه كبيره جدا ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله استمراريه. بشكر اللعيبه زي ما انت قلت الناس اللي كانت معانا واللي مشيت حمدي او ايمن او شادي او كل الناس اللي واشرف او كل الناس اللي ما كملتش معانا، يعني بشكرها طبعا على الجهد ده. بشكر اللعيبه زي ما قلت اللي موجوده على جهدهم وتعبهم واخلاصهم واللي منظومه النادي الاهلي بتعمل زي ما انت قلت على قلب رجل واحد يعني، فالحمد لله اعتقد نهايه كويسه وفرحه كويسه لينا ولجمهورنا ان شاء الله. مستحتاجين دعمكم السنه الجايه وقفكم جنبنا اكتر واكتر ان شاء الله، نوعدكم ان شاء الله كمان بكل البطولات اللي احنا ان شاء الله نشارك فيها. شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي.